آخرون من الأفراد اللي أتصور أنهم مخلصين، أو من الأحزاب اللي أتصور أن عندها شيء من الإخلاص أو شيء من هذا القبيل، وطلبت منهم أن يتقدموا بمرشح على سبيل الاحتياط. قلت لهم يتقدموا بمرشح احتياطي على أساس أن هذا المرشح إذا استبعد فلان وفلان 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 وعايزين يخلوا الساحة للثلاثي بتاع حسني مبارك ويبقى الكل بره، طلبت منه، طلبت من أحزاب عندها القدرة على أن ترشح، وطلبت من أفراد. طبعا المدى الزمني لن يمكن من الحصول على 30,000 توقيع، وإلا كنا شلنا لهم شوية من التوقيعات، إنما حتى ما كانش هينفع فده اللي حصل. فعلى كل حال طلبت وألححت وكنت يعني وكدت يعني أقبل الرؤوس والأيادي لكل اتجاه، عشان يبقى واضح، لكل اتجاه من الاتجاهات اللي ممكن تتخيلوها. فده نمرة واحد، ما حدش يقول لي ما تخلي فلان يتقدم، ما تخلي فلان يرشح، ما عملنا هذا فاطمئنوا. الحاجة الثانية، أرجو من الإخوة الكرام، أعرف عاطفتهم، الذين يحتشدون احتشادا خوفا علي أو لحراستي أو للدفع عني أو ما إلى ذلك. أنا أعرف عاطفتكم وأعرف المخاطر، ولكني لا أطيق أن أحيانا يدفعه أحد أمامي بسبب أنني أتحرك. فأرجوكم، وعلى فكرة في كل الوقت اللي فات ده كله، على الأقل من 25 يناير 2011 لغاية دلوقتي، لم أكلف أحدا بأن يتولى حراسة، ولا أن كل من ترونهم ده انبعاث من ناس أراهم في الطرقات أو أعرفهم سلفا. فأرجوكم أولا ما تزعلوش منهم، ثانيا لو سمحتوا يا بتوع الحراسة ما تزعلونيش أنا، سيبوا الملك للمالك، لأنه إحنا يعني لا نريد أن يدفع ضعيف. وإنما صحيح أنا بتبهدل، وبعد شوية بعد شوية هضطر أعمل اكتتاب أشتري هدوم تانية من كتر الجاكيتات اللي بتتمزق، كل ما أروح حتة أرجع بالجاكيتة منتهية، وبقينا بنشيل جاكيتة دلوقتي في العربية احتياطي، فربنا يسهل. وساعات ندخل بحاجة نخرج من غيرها، لكن مع ذلك أيوة الله ده كتير. الكرافتات دي أنا مش عارف هي بتعجبهم ولا هما بياخدوها ليه، معرفش يعني. إنما أنا اكتشفت إن الكرافتات دي أداة كويسة، اللي ما بيعرفش يطول ايدي بيسلم عليا من الكرافتة. فان شاء الله. المسألة التالية، انني اتلقى جزاكم الله خيرا مما يبشر الله به عباده من بشريات الخير ان شاء الله الكثير، ولولا شدة الحرج لاعلنتها وهي معتد بها شرعا، لكن احنا معانا ناس من المتربصين لا نستطيع ان نعلن كل شيء، والا فانكم تعلمون، والا فانهم كما تعلمون يرونهم من حيث لا ترونكم. الحاجه الثانيه، اعتذر اعتذارا بالغا لاخواني الكرام. انا يا اخواني اسمعكم، انا هسمع اسئلتكم، بس ارجوكم، لان انا عارف لو جمله واحده سطر واحد من اللي انا بقوله ده ما اتقالش هتلاقي كل الناس عايزه تسال عنه، فانا عايز اخلص الموضوع ده، فلو سمحتوا يعني. النقطه التاليه، ان انا بعتذر اعتذارا كبيرا لاصحاب قدر ومكانه كبيره جدا 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 في المجتمع، سواء من اصحاب مناصب او من رجال قانون من المستوى النادر، أو من علماء ودعاة من الكبار جدا، أو من أصحاب سبق وثقافة، أو من إخواني، وأبسط واحد في إخواني له عندي كما يعرفني من يعرفني من زمان له قدر كبير أضعف الناس، وهو يقبل هو عندي أشعر بتهيج، فأنا بعتذر لهم إن مقابلتهم لأنها أصبحت بعشرات الآلاف مش بالآلاف ما بيمكننيش من الرد عليها او الرد على رسائلهم. هذا ليس من باب
قلة الاهتمام، ولكن من باب أنه لا طاقة بهذا، وأرجو أن يتصوروا كما لو أنني أرد عليهم فعلا. النقطة التالية، الإخوة الذين تكلموا بأحاديث رائعة وجزاهم الله خيرا على المستوى الرائع الذي ظهروا به، وظهروا على أنهم ممثلون لي، هم كلهم فعلا من الإخوة الذين نحسب إخلاصهم وجهدهم ولا ينامون بالليل، ولكن كما قلت وأكرر دائما، هذه حملات كاملة خاصة، يعني واحد عامل حملة خاصة ويقوم بها، مش هو أنا كلفته أو هو ممثل لي أو أنا لي به علاقة. الجرايد دائما بتنشر فلان الممثل الرسمي للحملة، ليس صحيحا. فلان المتحدث باسم الحملة، ليس صحيحا. وإنما هؤلاء جميعا اللي ذكر أسمائهم أنهم موثوقون وأحباب، وأنا مش بقول الكلام ده عشان أقول إن كلامهم غلط أو صح، بس كلامهم صادر منهم وليس مني، لأنه الكلام الصادر مني يكون ما قد كلفت به أحدا. حتى بعض الإخوة اللي تكلموا هم فعلا أعضاء في المجموعة الإعلامية فعلا الرسمية، والمجموعة الإعلامية الرسمية دي اللي هي بتتكلم لا تزيد عددها مثلا عن 6 أفراد هنا وحوالي 8 هنا، يعني 14 واحد تكلم منهم شخص واحد وهو أحد الأفراد وليس كل الأفراد. المسألة التالية، إنه حتى من كان يمثلني في فرز التوكيلات اللي صهروا 2 3 أيام ولا أدري كيف أحملهم تيجان فوق رأسي، صهروا 2 3 أيام في لجنة الانتخابات يعدوا عدد التوكيلات، فيعدوا عدد التوكيلات، هؤلاء أيضا كانوا ممثلين في عد التوكيلات وليس ممثلين انك تخطر يمين وشمال. انما انا استطيع ان اقول ان انا ان شاء الله ساذهب والتقي بمعالي الاستاذ المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، بل قد اذهب الان اذا وجدته موجودا الان فورا. انا نسيت اقول لكم حاجة من اهم الاشياء، احنا جهزنا مذكرة قانونية، وعلى فكرة المذكرات دي هنعلنها على النت عشان تبقى في ايد كل الناس، عشان تعرفوا ان الحجة اللي معانا مش بنسبة 99% ان شاء الله، وانها كلها احكام قطعية بمشيئة الرحمن. فجهزنا حاجتين، مذكرة اللي هتبقى قدام المحكمة، ومذكرة قانونية مقدمة الى لجنة الانتخابات الرئاسية تقول انه اتخاذ اي قرار بتعويق ترشيحي واستمراره يعتبر مخالف للقواعد القانونية المجمع عليها، وهعلنها وسأدافع عنها ان شاء الله، واعلم انكم جميعا باذن الله تعالى معنا في هذا، انا متأكد من هذا، جزاكم الله خيرا. الشيء الثاني، انه موضوع الموقع اللي اسمه العربية نت، لثالث مرة يدعي أنني أدليت بأحاديث صحفية وتصريحات له، وأنا سكتت، وبعض الصحف زي جريدة الموجز وزي جريدة أنا مش متذكر، لما بعضها زعم أنني لا، ده اليوم السابع، ده موضوع بقى تاني خالص، دول يعني دول إن شاء الله بإذن الله تعالى الظاهر اليوم الثامن هيبقى يوم القيامة إن شاء الله. فلا هو انا مش هذكر بقى مين، انما انا بقول لك الجرايد التي زعمت انني ادليت باحاديث لها، وانا لم ادلي لاحد من هؤلاء باي شيء. النقطة التالية، علشان لو سمحتوا بكرر مرة تانية، ان ما حدش لو تكرمت يذهب الى المحكمة. طيب بيقول لي احنا عايزين نعرف المحكمة هيحصل فيها ايه، ان شاء الله هذا الكلام اوعى انت تيجي انت بالذات، واخد بالك، اوعى حد يجي وانا عارف. الحاجة التانية، انه لا نستطيع يا اخواني، اللي عايز يعرف اللي هيحصل في المحكمة، ان شاء الله ستكون هناك طبعا محطات تلفزيونية هناك، وسنحاول ان ننقل لكم بإذن الله تعالى.
المسألة التالية، إنما إذا أنا لا أدليت لموقع العربية نت ولا غيره، ولا الكلام اللي بيتقال بقى إن واحد قاعد، يعني أنا كنت قاعد الخمس أيام دول في لجان لا تنقطع علشان الحاجات اللي كتبناها دي كلها، بما فيها على فكرة أنتوا عارفين يوم الخميس والجمعة اللي فاتوا دول مش هجاوبه غير لما أخلص، مش هجاوبه غير لما أخلص. فإذا الجريدة ليست صحيحة فيما الموقع زي ما قلت لم أقل، وإنما الخمسة أيام كانت في من أجل كتابة وتقديم الإجراءات القانونية، وخصوصا أن أمريكا كان عندها السبت والحد اللي هو النهاردة وبكرة أجازتهم الأسبوعية، فكان لازم نلحق إجراءاتنا في آخر يومين اللي هما الخميس والجمعة، وفعلا وصلنا إلى الكثير جدا من المستندات. الشيء التالي، إحنا حصلنا على ما يتصل بما يأتي علشان تطمئنوا. أولا على مستندات اللي خاصة بالعلاج، ثانيا على المستندات اللي قيل عنها بشأن موضوع كشوف الناخبين وأنها مقيدة في كشوف الناخبين، وعرفنا ما هو الفارق بين كشوف الناخبين المحليين والفيدراليين، ومن الذي يؤذن له بهذا وبذاك، فضلا عن أننا عرفنا أتينا زي ما قلت لكم بالشخصيات التي تحمل اسم، وأتينا ببعض الأشياء المتعلقة بها، أيضا ما يتعلق بمستندات الإقامة والجرين كارد، وأن الجرين كارد يلزم تقديمه من أجل الحصول على المستند المكافئ أو اللاحق له، وهذا الكلام ذكره المحامي في مقام آخر، ذكره في مقام الحصول على مستند مباشر، هل هو فيدرالي وهل هو محلي. هذا الكلام كله أنا بقوله ليه؟ علشان الرسائل اللي بتوصلني تعرف ان الكلام ده احنا وصلنا اليه نهاية. ايها الاخوة الاحباب، اود ان قبل ايضا ان اختم هذا الكلام اني اطلب منكم طلبين محددين. الطلب الاول، انتم تعرفون ان طاقة الاخوة الكرام متفاوتة، وبالتالي حجم التصديق، اليقين، التأكد، الريبة، التكذيب، الشك، كل هذه الأمور لازم تكون متفاوتة. وأنتم تعرفون ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام عندما حكى للمسلمين قصة الإسراء والمعراج، وأنا لست ولا حد مننا كلنا النبي، ليس أحد مبرر ولا مطهر ولا عنده عصمة، وبالتالي حتى ما ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عذر الذين لم تحتمل طاقتهم، فكيف لا نؤدي. نعم يا رب، فنحن أيضا لا نستطيع أن نحمل إخواننا هؤلاء، إنما بس بنقول لهم ما يأتي، إنه يا إخواني من يجد أن طاقته لا تتحمل فأرجو أنه هو يستطيع أن يتوقف ويكمن هذا الأسبوع حتى إذا الله عز وجل ما تقر به عينه وتطمئن يلحق بالركب بعد ذلك. وأما إخواني الذين سيظلون أشاركهم ويشاركونني في الرباط وفي الوجود على الخطوط الأولى، وأنا لن أتركها إن شاء الله عز وجل ولو كنت وحدي في هذا، فإن هؤلاء أسأل الله عز وجل بنيتهم الصادقة ووقفتهم الصادقة أن يعطيهم هذا الأجر العظيم. بس اللي عايز أقول لكم آخر كلمة يعني في هذا المقام، ثقوا، أنا ما أقدرش أقول لكم ثقوا، إنما اللي عايز يثق أن ما أقوله أن موقفنا صحيح ولا صحة لهذه، وأسأل الله العلي الكبير
أن يفضح يا رب العالمين افتراءاتهم، وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يفضح التلاعب الذي حدث. وأرجو أن وأخبركم، وكنت لا أريد أن أقول، إن هناك أمي هذه، والدتي هذه، متوفاة من سنتين كاملتين، ومع ذلك فوجئت بأن هناك رقم صادر ووارد من الولاية التي كانت تعيش فيها إلى الولاية.